مازال نتواصل معكم مشاهدينا في باقي فقراتنا. مساء الخير يا كويت، وصلنا معكم الى الفقره الصحيه، واليوم حوارنا عن سكر الحمل راح يكون مع الدكتوره بثينه المحميد، اختصاصي غده الصماء وسكري. مساء الخير دكتوره. مساء الورد يا هلا شباب، اول مره. مساء الخير. الله يسلمك، اتشرف سعيد بهذه المداخله وهذه الزياره لنا، وان شاء الله ما تكون الاوليه ولا الاخيره ان شاء الله. دكتوره، بداية نتكلم عن سكري الحمل. الكثير من الامهات تعاني من سكر الحمل فقط اثناء الحمل، لكن ما تعرف شنو هو المفروض اللي يسمونه سكر الحمل. صحيح. اول شيء بالنسبه لانواع السكر بشكل عام، عشان نعرف المشاهدين، عندنا النوع المنتشر جدا بالكويت اللي هو النوع الثاني من السكر، وعندنا النوع الاول من السكر اللي يصير في صغار السن والاطفال اللي يحتاجون انسولين. عندنا انواع شويه اندر، عندنا نوع ثانوي لامراض معينه او ادويه معينه، وعندنا السكر الوراثي اللي عندنا جينات معينه تسببه، وعندنا سكر الحمل. سكر الحمل عباره عن ببساطه هو السكر اللي يتم تشخيصه اثناء الحمل، يعني ما كان موجود قبل الحمل والمفروض انه يختفي بعد الولاده. ليش يصير هالشيء؟ في تغيرات طبيعيه فيزيولوجيه تصير اثناء الحمل بسبب افراز هرمونات معينه من المشيمه. هذه الهرمونات والتغيرات تمر فيها جميع النساء الحوامل، بس مو كل النساء الحوامل يصير فيهم سكر حمل. فالنساء المعرضات لانهم يصابون بسكر الحمل يبين في منتصف النصف الثاني من الحمل، يبين عليهم ارتفاع سكر الحمل. جميل. طيب انا شلون كأم حامل اعرف ان انا عندي سكري الحمل، او ان اعرف شنو البوادر اللي تصيبني حتى اني اروح للدكتور واقول له سوي لي فحص او شوف شنو فيني؟ وسكر الحمل عادة ما يعطي أعراض، يعني مقارنة بالأنواع الثانية من السكر، السكر يرتفع لدرجة معينة أن المريض ممكن يبدي يشكي. سكر الحمل عادة الارتفاع يكون بسيط خفيف، فالمرأة الحامل عادة ما تشتكي وما تحس. فعشان كذي البروتوكولات العلاجية بشكل عام بالعالم تقول أن جميع الحوامل في وقت معين من الحمل نسوي لهم فحص سكر الحمل، اللي هو تحليل دم عادي، هم ثلاث تحاليل في تحليل واحد، ويتخللهم اعطاء المراه الحامل محلول سكر او جلوكوز في كميه معينه من السكر 75 جرام، ونشيك على السكر قبل المحلول وبعد المحلول بساعه وبعد المحلول بساعتين. اي شهر دكتوره؟ هل يكون من الشهر الخامس والسابع ولا من بدايه الحمل؟ عاده يكون من 24 اسبوع، اللي هو تقريبا الشهر السادس، وبعده نقول بين 24 و28 اسبوع. جميل. اذا المراه معرضه للسكر بشكل عام، سكر النوع الثاني او سكر الحمل، يعني اذا المراه كان صاير فيها سكر حمل من قبل مثلا، او عندها تاريخ مرضي عائلي قوي بالنوع الثاني من السكر، اقارب الدرجه الاولى مثلا، او المراه الحامل فيها سمنه او وزن زايد، عندها تكيس بالمبايض مثلا، ففي اشياء معينه تعرضها لانه يصير فيها سكر الحمل ابشر من الوقت المتعارف عليه. ففي هالحاله زملائنا اطباء النساء والولاده هم اللي عاده يسوون هالفحص، يسوونه في الزيارات الاولى للعياده عشان يطمنون انه ما بدا سكر الحمل مبكر. جميل. واذا كان طبيعي بهالفتره ينعاد بالوقت المحدد اللي هو 24 الى 28. جميل. طيب دكتوره، لما يصيب المراه الحامل اكيد ياثر عليها، هل يؤثر ايضا على الجنين اللي هي حامل فيه؟ صحيح، ممكن ياثر على الام وياثر على الجنين اذا ما عالجناه او ما عالجناه بصوره صحيحه. فعندنا مثلا بالنسبه حق الجنين، استمرار ارتفاع السكر فتره طويله ممكن يؤدي الى زياده وزن الجنين، ممكن يوصل لوزن كبير تتعسر معاه الولادة مثلا، فتصير ولادة متعسرة، تتعب الأم، يتعب الطفل، وممكن يصير في إصابات خاصة لأعصاب الرقبة والكتف للطفل، ممكن تنتج عنا مضاعفات ثانية، زيادة السائل اللي حوالين الجنين، ممكن طبعا الولادة القيصرية بسبب زيادة وزن الطفل الجنين، ممكن الأم إذا سكرها مو مضبوط ممكن ضغطها بعد يكون مو مضبوط، يكون مذبذب أو يرتفع عليها، يرتفع ويحتاج علاج، وممكن توصل لمرحلة تسمم الحمل وهي حالة طارئة. صحيح. في مضاعفات حتى تصير ممكن بعد الولادة، الطفل معرض لهبوط السكر، معرض لاصفرار العين اللي احنا نسميه مصفار، الاحتمال يكون أكبر. هذا كله من بعد إصابة الأم بسكر الحمل. بسكر الحمل، نعم. طيب دكتورة، يعني كأم عرفت أن هي مصابة بسكري الحمل وهي مثلا في الشهر السابع أو الثامن، شنو اللي ممكن تسوي خلال الفترة حتى تتفادى أن الجنين يعني يكون له أعراض ثانية سواء كان من الحمل أو حتى من السكر؟
احنا طبعا اول ما نشخص سكر الحمل اول شيء نسويه نحول المريضة لاخصائية التغذية او اخصائي التغذية، هذه اهم واول خطوة. المريضة تعطى وصفة او نظام غذائي تتبعها لمدة اسبوع او بالكثير اسبوعين نقول، بعدين نتابع المريضة نطلب منها انها تسجل قراءاتها، وفي قراءات معينة احنا نهدف لها اثناء الحمل عشان نقلل من هالاحتمالات احتمالات المضاعفات، ونشوف المريضة بعد اسبوع او اسبوعين. اذا لقينا ان السكر انضبط والدراسات بينت ان النظام الغذائي ممكن يتحكم في سكر الحمل في تقريبا 80% من الحالات، يتم السيطرة عليه بالضبط، فبالتالي الام يعني ممكن تتحسن حالتها اكيد طبعا خلال الحمل، ما راح تتخلص من سكر الحمل لكن ممكن تحافظ على بيكون ما عندها اثار جانبيه، صحيح بالضبط، او على الاقل نقلل نسبتها اذا ما نقدر نزيل الاثار الجانبيه. بس اذا النظام الغذائي ما فاد، هو ممكن يفيد بس بنسب معينة، مو كل النساء يستجيبون له. إذا ما فاد في هالحالة لازم نفكر بالخطوة الثانية اللي هي العلاج الدوائي، وهو عادة يكون الأنسولين. جميل دكتورة بثينة المحمي، صراحة هذه المعلومات جدا مهمة وقيمة، شكرا لحضورك معنا اليوم، وأتمنى الكثير من أمهات الحوامل أن فدناكم في هذه النقطة اللي هي سكر الحمل. أتمنى لكم الصحة والعافية، ونتواصل معاكم أيضا في مساء الخير بعد هذا الفاصل.